انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لإخواننا المظلومين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. يا ذا الجلال والإكرام، إلى من تكلهم إلهنا؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم اجعلهم على كتابك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا رب العالمين. إلهنا هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك نصبوا وجوههم إليك ورفعوا أكف الضراعة إليك في هذه الليلة المباركة. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل ممرور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا نسألك مسألة المساكين، تعلم مكاننا، تعلم حالنا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء البؤساء إليك، المفتقرون إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موحد هذه البلاد، اللهم ارحم ولاة أمرنا الذين سبقونا إليك وعلماءنا، اللهم ارحمهم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا غفور يا ودود، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الفقر عن المسلمين والجهل عنهم والمجاعة عن ديارهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على الكتاب والسنة، ووحد صفوفهم وألف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا بلاد التوحيد والسنة والحرمين الشريفين، اللهم من أرادها بسوء فرد كيده عليه، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العظمة والعزة والجلال، اللهم احفظهم من الإفراط والتفريط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالعفاف والاحتشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام، اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك وجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله.